تعال 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 ابلع بالسكين الوردي الجديد. تعال يا قلبي تعال 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 ابلع هيد شوت من ورا ذاك. تعال يا جميل تعال تعال ابلع يا جميل. ايه كريمينال مو كريمينال ابلع. اوبا حبايبي كرام، شوفوا شو نزل يا اساطير من شوي. شباب نزل شباب اندر سكين باللعبه يا شباب. الصراحه هذا السكين منتظره كثير كثير كثير. تمام شباب مثل ما انتم شايفين حبايبي، خلينا ندخل على الحدث يا اساطير. اوكي غير حد السماعه جبنا نجهز الامر شباب، عندنا نزل من شوي المتجر الهكر حبايبي. ما اعرف صراحه ما بعرف شو بدي اعمل مقدمه حبايبي. حبايبي كرام قبل ما نشوف هذا المقطع يا اساطير لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات، واللي مش مشترك يشترك يا اساطير، ولوزل وجنوا نطوا. اوكي حبايبي متجر هكر حزمه الحب الحارس الوردي ما اعرف شو اسمه شباب مثل ما انتم شايفين يعني. عندنا هون هذا المتجر هكر شباب. طبعا شباب رح نعمل هيك. اوكي ليديز اند جنتلمان طبعا شباب بالدخول الحدث تضغطوا على التقويم. اوكي مثل كل مره شباب اساطير حبايبي الكرام لا تنسوا تشتركوا بالقناه الثانيه شباب. قريبا شباب راح انزل لكم عليها مقطع اسطوري شباب. لايك شباب بدي من كل شباب اللي مش مشترك ينزل اشترك على القناه الثانيه اساطير. وين متجر هكر يا اخي؟ هكر ستور. تمام شباب هذا هو السكين. طبعا اليوم يعني مثل ما انتم شايفين اللي ما بيعرف كيف يستخدم متجر هكر تختار الجوائز الكبرى. اوكي طبعا انا بالنسبه لي شباب ما عندي هذا السكين، راح اختار هذا. اوكي هذا السكين شباب يعني ما بعرف شو بدخل يعني قديم كثير كثير كثير. عندنا هون بالجائزه الاضافيه لازم تختارون شيء مشان يعني تختارون الجائزتين الكبرى يعني فهمتوا على كيف. طبعا هون عندنا بطاقه تغيير اسم حاضنه شوت جان قول لي فيها الثلج وفيها الحقيبه. اوه يمكن ما عندي هالحقيبه شباب. خلينا نروح نشوف نتاكد منها بشكل سريع شباب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وين الحقيبات؟ هون الحقيبات. حبيبي والله حبيبي والله هون شباب نستعرض لكم بنفس الوقت الحقيبات يا اساطير. لا مو هي. هون شباب نتاكد من الوضع. اعتقد ما شفتها. تك 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 اطمئنوا الحقيبة 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 الحقيبة. لا والله شو ظاهر ما عندي اياها شباب. اوكي حبايبي انا ما عندي حقيبة مثل ما انتم شايفين. انتم راح تعملوا يعني نفس الشيء يا اساطير. يعني راح تاخذوا الحقيبة لانه حقيبة حلوة. وحتى الجدار جرو او الجدار جرو هذيك عندي. اوكي شباب هنا هيك اخترت اهم الجوائز. اوكي تاكد منه شباب السكين بدي السكين انا حلو. وهون بنعمل تاكيد ايه تمام شباب. طبعا هون عندنا 1 2 3 4 5 6 شباب. طبعا شباب كل لفه كل السعر يعني بيرتفع بالنسبه للناس الجدد. عندكم اللفه الاولى بتسع جواهر، الثانيه ب 50 150 299 499 1300 انا بقول يا شباب 1400 بسرعه شباب يعني ليش ما بعرف شباب حطوا هذا 99 ما بعرف شو. اوكي شباب اول ضربه شباب ان شاء الله يطلع لي اول ضربه نشوف. طبعا هذا الشيء بعرفه شباب ما راح يطلع لي اول ضربه يعني. اوكي حصلت على صندوق انا من حظ حلو هي حلو. هنا الضربه الثانيه يا اساطير لت كيو التمانو. طبعا شباب بتعرفوا حظي بالمتجر هاكر دائما بالنسبه للمتابعين اللي بيعرفوني من زمان حظي بتعرفوا شباب يعني راح يطلع لي الان. لا يعني يطلع لي الان طولوا بالكم يعني باقي شوي هلا هذا هو هلا شفتوا لا بس شوي ثاني بسوي هيك في شوي تاخر فهمتوا علي كيف. هلا راح يطلع لي حبيبي والله هلا طلع لي ايه تمانو يا للروعه. هاتوا جيبوا لشوف. تعال هون شباب بفرجيكم نستعرض لكم الحقيبه بنفس الوقت يا اساطير. اوكي ندخل على التدريب بعد شوي ونستعرض لكم الحقيبه. اين هي الحقيبه؟ بفرجيكم شكلها باللعب حبيبي والله. تعال هون والله حقيبه حلوه ها مرتب. روح الله على السكين نجيب ابو السكين شباب حبيبي. يا سلام شوف لا يا الله شوف شكله شباب. انا شباب الشيء اللي بيعجبني هذا السكين شباب مو كل شيء فوق تحت كل شيء فوق وفوق كل شيء فوق وتحت كل شيء فوق وفوق
كل شيء تحت وتحت شباب ما... لا تعرف شباب تعمل شغلة باش شو ها بعدين بشوفك. هذا هو السكي شباب خلينا ندخل على التدريب شباب مثل كل مرة نجرب ايه الجبونة دي ايه الحلاوة دي شوف شعراته ما جو هذا السكي الخايس بس بنفس الوقت حلو يعني من كتر ما له خايس شباب يعني الواحد بيرغبه حبيبي والله تفرجوا معي شباب يا سلام عليك باربي باربي بس ولكن من ورا هيك طالع شكله حلو انا اعمل لكم زوم اوبا حبيبي والله شوفوا شكله شباب عن جد شباب شيء ما اعرف شو بدي اقول لكم شوفوا شوفوا شوف شكل اللاعب شوف 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 معلم شوف يلا خلينا ندخل على التدريب شباب نشوف لا لا ناخذ السلاح الحلو ينزل شوف ناخذ اوه لك صح سبب هذا نزل هالسلاح الجديد هذا واليوليس السلاح هذا نزل الجديد يعني ما انتبهت له فترة الاخيره خلينا ناخذ ال MP40 معلم يلا ناخذ ثاني MP40 وخلاص روح حبيبي والله خلينا نشوفه باللعب ووب 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 شباب صاحيين بكير شباب ويدي ايه قول بكم شباب والله 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 اقسم بالله شباب انا مصحصح جديد يعني ها هذا عم بجرب قوي طولوا بالكم شباب طولوا بالكم طولوا بالكم حبيبي والله طولوا بالكم حبايبي طولوا بالكم طولوا بالكم بدك طول بالك يا زلمه وين اوكي ما اعرف صراحه حتى شباب في ناس حاطين في اس اس يضربني بوكس هذا طيب ولا يضربني بوكس هذا ايه ابلع يا زلمه يا زلمه جوز الكيو السكين شاب حبيبي والله بده يتيم معي ونشوف بيقدر وبيضحك كمان تعالوا يعني سبب يعني الصبح خلينا رايقين شباب الصبح خلينا رايقين يا صديقي خلينا رايقين حبيبي والله طبعا شباب بالنسبه للسكين شباب نسينا السكين وزينا صرنا بالجلد الان بالنسبه للسكين شباب يعني انا 10 على 10 شباب تقييم 10 على 10 اكتبوا تحت بالتعليقات رايكم بهذا السكين شباب وفيك انا شباب بنزول هذا السكين انا من بين الناس اللي انبسطت كثير وفيك كثير الناس شباب للاسف الشديد يعني الله يعينكم حبايبي يعني اللي عنده كان سكين كان قديم قديم جدا جدا شباب حبيبي والله ناصر حبيبي والله معلم حبيبي والله بربر لا تبربر لا تبربر عملها معك وان طاب كفو عليك اوكي يلا شباب ندخل يعني ما بعرف بلعب انا شباب ما ليه ما عندي ما انا مصحصح الصبح مثل حكايتي هذا راح يجيب باسم حبيبي والله بربر على الصبح اوكي شباب هذا هو السكين يا اساطير اوكي نروح نشوف الحقيبه فرجيكم الحقيبه كمان بنفس الوقت يا جميلين هاي الحقيبه نمبر 1 شباب هيك شكلها بكون كمان نمبر 1 وين هي يا اخي في بدنا نشيل نقدر نشيل هذا هاي الحقيبه نمبر 1 شباب مثل ما انتم شايفين وهيدا نمبر 2 حبيبي والله وهيدا نمبر 3 ثواني شوي يا سلام يعني صارت زهري على زهري معلم يعني شيء مرتب بس ثواني يا شباب انا بدي اروح اعمل شغله بدنا ننزل هيبه الساكورا شباب بهذه الطريقه طبعا الشعرات خليهم مثل ما هنن راح نحط راس الساكورا شباب واعطوني رايكم شباب شو راح يصير حبيبي والله شوف 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 هاي الشغله اللي على اليسار يا الله خلينا نحط كمان نحط له الفاير باس الحق الحذاء الفاير باس الثاني شباب اوكي ثواني شوي نشوف شو راح يصير يا سلام قشطه شو رايكم حبايبي ثواني شباب ثواني شباب بعرف راح نحط له حط كمان يعني نحط بطاله الجاز بعرف كثير منكم عليكم حطينا بطاله الجاز
وكان حتى بطان جاء شباب، واليوم راح يكون على اللايف ستريم لعبنا بهذا السكن يا اساطير. طبعا راح نشيل هذا تحت، اوكي عرفت حبيبي والله تمام، ونحط له بطال الجاز هيك شباب وخلاص. يعني حتى شاب بطال الجاز يعني على الجسم الفوق طلع شيء مرتب. لا شباب ندخل جربه، لا 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 بدنا ندخل شوفه جرب اللعب شباب، لا 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 ضروري. يلا ليتس جو، وين هالتري؟ ندخل جربه باللعب شباب. يلا خلينا نجيب الاثنين مبربر شباب نلعب فيه وان شوتات، نشوف الوضع بالوان شوت. وان تاب وان تاب حبيبي والله. اخضر اللوني ازرق اللوني حجي. اوكي شباب هيك السكين صار وضعه لوز اللوز شباب الصراحه. اوكي يعني شويتي حبيبي. اوكي شباب هلا هلا شوف الجلد. خليني اخلص جملتي بعد عندي يا اخي، لا تعصبني انت كمان حبيبي والله. معلم شو وضعه هذا؟ نازل بربره معلم؟ ايش وضعه هذا؟ عم يضحك؟ عم يضحك عليك؟ لا بيضحك على السلام. فايت الاسطوري. يا سلام يا سلام. وب بب بب. لا ليش 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 تعمل هيك يا ولد؟ ابلعها يلا حبيبي والله. هون يا شباب هون، يلا يلا بين، يلا يلا الضرب هون، يلا تعالوا حبيبي. يا شباب او ماي جاد يا شباب. لا 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 اوكي هيت شوت عشوائيه شباب، ما اعرف مين ضربني اياها حبيبي والله. هيت شوت عشوائيه مثل جت عشوائيه شغالين صباحيات شباب لوز اللوز. اوكي شباب الحلوين ما راح نطلع لكم اكثر من هيك يا اساطير. هذا هو السكين يا جميع حبايبي، لا تنسوه الانستغرام يا اساطير على اليمين شباب، تروحون شباب ان شاء الله راح نعمل مسابقه عن قريب شباب اسطوريه كثير كثير. دائما بنعمل مسابقات على الانستغرام شباب، خليكم متابعينا. حبايبي هي بكون تمام مقطعنا اليوم، شو عجبكم مقطع لا تنسونا بزر اللايكات والشيرات والبارتاجات واللايكات وهذول كل الاشياء الحلوه بتعملوها شباب مثل كل يوم. ونلتقي المسويات المساء على البث المباشر شباب على الفيسبوك شباب، الرابط موجود تحت. ممكن بعدك تروح على الفيسبوك تحط اليكو تشوفني اول واحد حبيبي، واهلا وسهلا، نشوفكم فيديو جديد، باي باي.